أعلنت بأكثر من مكان وبأكثر من زمان أنه استهدافنا لقواعد الأمريكية إحنا عندنا دم وياهم. زين. لكن بنفس الوقت لحد الآن إحنا عندنا إمكانيات الكاتيوشا وأكثر من مرة أقولها. الكاتيوشا عبارة عن سلاح بصراحة ليس لا يرتقي إلى حجم قدرات المقاومة. زين. المقاومة عندها صواريخ ذكية، عندها صواريخ مركزة. البارحة القصف كان جراد على فكرة مو كاتيوشا. نعم. القصف ما البارحة كان بصواريخ جراد أو غيره. هو الجراد أيضا أخو ترى الكاتيوشا ماكو فرق بينهم. زين. يعني نتكلم عن صواريخ نسبة الخطأ فيها كبيرة، وبالتالي احتمال تصاب باعتبار انه السفاره مو هل يعني هذا مجمع سكني؟ هل يعني هذا كان واضح انه هناك اذا هو اما هناك جهله زين ومغامرين زين او هناك عملاء لترامب يوم مثل ما يعني ما اعرف انا من طلعت وكالات الاعلام الامريكيه وقالت انه ترامب يدرس خيارات للضرب بعض المواقع شو تفاجئنا اليوم بهذه الضربه. اذا هذا احنا نعتقد هناك بعض الجهات طبعا مشخصه انا اقول لك واضح انا اقول هناك فوجيين او فريقين مسلحين تم تشخيصهما وتم ابلاغ السيد رئيس شنو يعني فصائل ذولا شنو؟ لا هي مو تدعي هي فصائل، هي مجاميع معينه تابعه لجهات ايضا سياسيه خلينا نكون واضح. هذا تم ابلاغ السيد رئيس الوزراء بان هؤلاء الفصيلين هم اما يكونون جهله وغير مدركين للواقع او يكونون عملاء لترامب. ونحن نرشح من هذول الفصائل؟ منهم فصائل تم اعلام السيد رئيس الوزراء ما ممكن نقولها بهذا البرنامج يعني هو المفروض من يتخذون اجراءات ويتم طبعا انا احكي لك على ضربه البارحه على ضربه البارحه على ضربه البارحه والضربات اللي سبقتها مو هو السؤال ضربه البارحه هي نسخة المطلب هو جاي نتكلم على مطلب انت جنابك كنت وياي هنا في حلقه سابقه وقلت انه هذا الشغل شغل زعاطيط شغل الكاتيوشا اضافه لهذا انه احنا بالنسبه لنا كفصائل المقاومه ما قاعد نضرب لكن لما انعقدت اتفاقيه او هدنه مع قاده الفصائل توقفت هاي الهجمات لمده شهر. يعني اصلا قاده الفصائل ليش استمعوا جنين بلاس خارت وليش اعلنوا هدنه اذا هم ما كانوا اصلا يسوون عمليات قصف او غير ذلك؟ لا باو علي استاذ اول مره هو لغز اول لا هو مو لغز اول احنا كفصائل مقاومه بس انا مو متحدث رسمي لكن من خلال يعني اتصالنا من خلال بعض المعلومات توضحت انه الفصائل بعيده كل البعد عن صواريخ الكاتيوشا. وانا اؤكد لك شغل الكاتيوشا شغل زعاطيط مو شغل زين مقاومه زين باعتبار انه المقاومه اليوم لديها قدرات ولديها امكانيات ومشخصه والاهداف محدده ايضا خليني اكون واضح وياك في حال انه الذهاب الى المقاومه او استخدام الاسلوب العسكري لاخراج المحتل بصراحة الخيارات محددة ومعروفة والأمريكي يدري بها. أما شغل الزعاطيط هذا مال كاتيوشا بصراحة قلت